اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج 3D Code. زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت ان الحلقة دي هنتكلم عن واجهة البرنامج وعن التحرك في برنامج 3D Code. اول حاجة عايز اقول ان انا بستخدم برنامج 3D Code النسخة 4.5. انت طبعا لو تستخدم نسخة اقدم وفي حاجات ممكن ما تلاقيهاش عندك النسخة 4.5.25 دي اللي بستخدمها. في نسخ تاني طبعا 22 والعشرين والكلام ده كله هتلاقي كل حاجة فيها موجودة، بس النسخ القديمة خالص اظن فيها حاجات مفيش زي السمارت ماتيريال والكلام ده كله. خلينا نتعرف اول حاجة، البرنامج اول ما تفتحه بيبقى الشكل بتاعه زي ما انت شايف دي، تقدر تقول عليها الويلكم سكرين والكلام ده كله اول ما تفتح البرنامج. تمام، زي ما قلنا ان البرنامج منظم جدا زي ما انت شايف على عكس البرامج التانية ومتقسم كويس جدا. البرنامج زي ما قلنا مرن جدا، تقدر تعدل في الواجهة زي ما انت عايز براحتك وتعمل في اللي انت عايزه براحتك. طبعا خلينا نقول ان طريقة الشرح بتاعت الدورة دي هتكون ازاي. البرنامج متقسم رومات زي ما انت شايف، روم البينت او سيكشن، يعني دي اسمها بيقول عليها روم او سيكشن، متقسم بينت وفي تويك وفي ريتوب. وطبعا زي ما انت ملاحظ ان في حاجات بتتغير لما بتضغط على اي روم من الرومات دي، زي نظام مايا في الشيل في الكلام ده كله، الحاجات دي بتتغير لما تختار مثلا موديلنج في مايا او انيميشن بتتغير. فنقدر نقول ان 3D Code نفس الكلام، في ثوابت وفي متغيرات. ايه هي الثوابت؟ الثوابت زي اللي فوق زي ما انت شايف، الفايل والايديت والفيو والكلام ده كله، واستخدام الفرشة والكلام ده كله. فيما تحت بقى الباقي بيبقى متغيرات زي الادوات والكلام ده كله على حسب الروم. فاحنا هنشرح هنقول سكشنات، يعني مثلا السكشن الجاي هنبدأ سكشن سكولت، هناخدها سكشن سكشن علشان خاطر نغطي كل حاجة. فهنقول سكشن سكولت بحيث نشرح السكولت كله في السكشن، بعدين نقول مثلا سكشن ريتوبولوجي عشان نشرح كل حاجة وكل اداة، كل حاجة تبقى في سكشن ونغطي كل حاجة من غير ما تتوه مننا حاجة في الدورة خالص. اول ما بتبتدي زي ما قلنا بتبتدي بالويلكم سكرين زي ما انت شايف، والويلكم سكرين دي والبينت بتبقى على روم البينت. اول ما بتبدا الويلكم سكرين عادة مش هتحتاجها كتير. ليه مش هحتاجها كتير؟ لان كل حاجة هنتعامل بيها من جوه البرنامج، مش هنختار ويلكم سكرين دي خالص. بس لو انت عايز تشتغل بيها، هو ما هو الا انه بيقسم لك عشان يبعتك على المكان على طول بدل ما تتنقل من الرومات فوق. يعني مثلا لو انت داخل 3D Code تعمل سكولبت للفوكسل زي ما شرحنا الفوكسل المره اللي فاتت، فهنضغط على الفوكسل هيديك اختيارات تانية، هيقول لك عايز تبتدي المشهد فاضي، او لو عندك موديل من بره وعايز تعدل عليه في 3D Code فهنضغط على الاوبن، او لو عايز تبتدي بشكل بدائي وتبتدي تشكل فيه، او لو عايز تبتدي مثلا ببيس مش وتبتدي تشكل فيه. ونفس الكلام للرومات التانية على حسب انت جاي 3D Code تعمل فيه ايه. فاحنا هنقفل اساسا خالص مش عايزينها. زي ما قلنا في ثوابت وفي متغيرات، خلينا نبدأ بالثوابت. عندك فوق قائمة فايل مثلا واللي بتلاقي فيها نيو، لو ضغطنا عليها يفتح لك الويلكم سكرين مرة تانية، او عندك اوبن لو في بروجكت انت حافظه، وعندك الانستول اكستنشن، هنتعرف على الاكستنشن نجيب اكستنشن ازاي ونضيفه ادوات زياده يعني للبرنامج، والبراوز، وعندك طبعا الامبورت لو في موديل معاك بره وعايز تعمل فيه اي حاجه هنا. بس عشان تعرف ان البرنامج منظم جدا ودقيق جدا زي ما انت شايف، الامبورت فيه كذا اختيار، بيقول لك موديل 4 بير بيكسل بينتنج، يعني انت جايب الموديل ده عايز ايه، لازم تحدد البرنامج عشان يبعتك صح. يعني ايه؟ يعني يقول لك انا جايب مثلا الموديل بتاعي علشان اعمل له تكستشر في البرنامج. فدلوقتي لو طالما جايبه الون التكستشر مثلا بتاعه، فهقول له موديل 4 بير بيكسل بينتنج، يعني انا جايبه علشان خاطر اعمل له بينتنج. لو جايبه عشان تعمل سكولب نحت، هتختار الاختيار بتاع النحت، انا جايبه اعمل له نحت، جايبه تعمل له ريتوبولوجي، انا جايبه اعمل له ريتوبولوجي، وهكذا. اظن الفكره وصلت بتاعه الامبورت في البرنامج. بعد كده طبعا عندك قوائم تاني، الايديت زيها زي اي برامج تانية، ولو عايز تعمل هوت كي يعني تعمل اختصارات الكلام ده كله، عندك قائمه فيو عاده مش هنستخدم
دي اللي هنستخدمها، دي فيها كل القوائم اللي ممكن ان انت ما تلاقيهاش بره. فلو عايز قائمة في حلقة خاصة ازاي نعمل كاستمايزيشن للبرنامج او نعدل البرنامج زي ما احنا عايزين، فما تشغلش بالك بالنقطة دي. خلينا نكمل. زي ما انت شايف عندنا حاجات برضو الريديوس بتاع ده، كل الكلام ده خاص بالفرشة، تصغر وتكبر الفرشة. هنتعرف برضو على الكلام ده كله، تمام؟ يعني هنحاول ناخد اختصارات، نشتغل باختصارات بحيث ما نلجأش للقوائم اللي فوق. عندك الثلاث كور اللي انت شايفهم دول، دي خاصة، الكرة البنفسجي دي خاصة بايه؟ دي خاصة بالنورمال ماب. لو انت عايز تعمل سكولب تحت نورمال ماب على طول، طبعا حاجة ممتازة جدا ان انت ترسم نورمال ماب رسم تعملها، يعني انت محتاج ايه تاني؟ بعد كده دي الماتيريال، يعني انواع الماتيريال. عندك الماتيريال دي للكلر، اللون عادي، ودي مثلا الاشعاع او الريفليكشن بتاع الماتيريال، لو النور جه عليها، لو عامل حاجة حديد النور جه عليها مثلا تبقى مشعة ازاي، وفي انعكاس ازاي، وهكذا. هنتعرف برضو على الكلام ده كله في السكشن بتاع البينت. وطبعا زي ما قلنا كل الكلام ده خاص بالفرشة. هنيجي للجزء اللي تحت اللي هو ده اللي انت شايفه. انا هديك الحاجات اللي هتشتغل بيها كتير عشان ما تشغلش بالك بالايقونات الكتير دي. عندك زي ما انت شايف لو عايز تتحكم في الاضاءات والكلام ده كله، بس عادة مش هتحتاج منهم غير الادجاست بريمر لايت. زي ما انت شايف، خلينا كده نيجي شايف الاضاءة دي. اوقات لو تعمل حاجة حديد ممكن تلاقيها عاملة اشعاع والكلام ده كله، او عاملة اضاءة شديدة، فممكن ان انت تتحكم فيها اهو زي ما انت شايف، تجيبها من اتجاه للتاني او تقلل الحدة بتاعتها او قوتها والكلام ده كله. لو جيت بعد كده عندك هنا اداة الروتيت والموف، وعندك الفريم او تقرب وتبعد، بس عادة هنشتغل اختصارات برضو مش هنستخدم اللي فوق. وعندك بقى اداة حاجة تاني مهمة يعني من اللي فوق ده، ان انت تحول ما بين، احنا دلوقتي زي ما قلنا احنا في البرسبكتيف، لو هنقول عليه برسبكتيف لان ده مشهد 3D، العالم ده بتاعي ده 3D، تحول ما بين البرسبكتيف والاوتوجرافيك فيو. تضغط كده زي ما انت شايف اهو، تمام. الناس اللي اشتغلت مايا وماكس عارفه الكلام ده كله، واظن طبعا الناس عارفه ان الزبرش ما فيهوش ال 3 دي وورلد ده اللي انت شايفه كده. حاجه من الحاجات التانية الارضيه دي ممكن ان انت تحتاج تخفيها لسبب من الاسباب، فهتضغط زي ما انت شايف اهو، تمام. هنا وعرفنا الحاجات اللي عايزين نستخدمها. لو ضغطت هنا طبعا دي لو عايز الفرونت والباك والليفت، طبعا الكلام ده كله للكاميرا، ودي الاختصارات بتاعتها، وممكن تبص عليها 2 و8 و4 والكلام ده كله، تمام. لو جينا هنا طبعا قلنا ان دي متغيرات على حسب الروم اللي انت فيها. احنا دلوقتي في روم البينت، لو دخلنا على روم السكولت النحت هنلاقي برضو الدنيا اختلفت معانا هنا زي ما انت شايف. لو دخلنا على الريندر هيبقى كل حاجة خاصة بالريندر. الريتوبولوجي طبعا زي ما انت شايف كل حاجة خاصة بالريتوبولوجي. طبعا زي ما قلنا بأكد تاني ان احنا هنشرح روم، يعني الروم اللي جاي هيبقى روم السكولت، عشان ناخد كل الادوات اللي انت شايفها دي. على الشمال بتبقى الادوات الخاصة بالروم اللي انت فيها، على اليمين بتبقى المكملات بتاعت الادوات دي والماتيريال والكلام ده كله. طبعا عندك تحت زي ما انت شايف حاجة شبه فوتوشوب كده ومايا، اللاير والكلام ده كله، ده لتنظيم المشهد، هنتعرف برضو على الكلام ده كله. وعندك هنا لو ضغطت كده دي قوائم لحاجات تانية تختارها وتتعامل بيها، موديلات مثلا، عندك مثلا الستريبس زي في زبرش زي ما بنقول الالفا والكلام ده كله هنتعرف عليه. وعندك الستنسل والكلام ده كله، تأثيرات بتاعت التلوين والكلام ده كله. خلينا بقى دلوقتي ندخل في النافيجيشن او التحرك في البرنامج. اول حاجة الماوس، لو ضغطت كليك شمال وبتلف كده بيعمل معاك روتيت، كليك شمال بالماوس بس بيعمل معاك روتيت. لو ضغطت كليك يمين وسحبت فوق وتحت كده بيعمل معاك زوم اوت وزوم ان، تمام، يعني بيقرب وبعد. لو
الماوس او عجلة الماوس او بكرة الماوس بيعمل معاك تنقل كده زي ما انت شايف او بان يعني، تمام اهو. لكن في حاجة كده مهمة، خلينا مثلا هنبدأ من اول وجديد، نيو، وهندخل على البوكسل وهنختار وليكن الكيوب اللي معايا ده، وهضغط انتر علشان ابتدي ان انا اعمل عليه سكولد، تمام. زي ما قلنا التحرك طبعا عرفنا هنتحرك ازاي، خلينا نجيب اي فرشة ولتكن الفرشة ده الكلي، وبعد كده طبعا دلوقتي بقدر ان انا اتحرك. طيب خليني اقول ان انا دلوقتي لاي سبب من الاسباب عايز ان انا اتحرك، مثلا وليكن كده اهو، عايز ان انا اتحرك. لو جيت تتحرك زي ما قلنا هتلاقيه بيعمل سكولد مش بيتحرك. طب ايه ده، انا هعمل ايه؟ لاي سبب من الاسباب حصلت معاك المشكله دي، هنضطر بقى ايه، ان انت تستخدمه استخدام نفس مايه بالظبط، بتضغط على الالت باستمرار وكليك شمال، نفس اللي انت كنت بتعمله بالماوس من غير الت هتعمله بالالت، تمام. يعني انا برجح ان انت تستخدم الالت دايما يعني عشان توفر على نفسك وما تلاقيش ان في اختلافين، الالت وكليك شمال بيعمل دوران، الت وكليك يمين بيعمل زوم ان وزوم اوت، الت وميدل ماوس او بكرة الماوس بيعمل تحرك زي ما انت شايف. زي ما انت شايف لو لاحظت هنا الجزمو او الاسهم اللي هو راسمها لي دي، اول ضغط على اول مكان وليكن هضغط هنا اهو عشان اعمل دوران، بتلاقيه بيلف حوالين المكان اللي انت حاطط فيه الجزمو. يعني انا هشيل ايدي وهضغط مثلا اهو، بيلف حوالين المكان اللي انت حاطط عليه الجزمو اللي هو حاطط لك عليه الاسهم والكلام ده كله، تمام. اظن مفيش حاجة صعبة. طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ان انت ضغطت W بيجيب لك الواير فريم علشان تشوف مكونات الاوبجكت بتاعك او الموديل، وطبعا ممكن تحول زي ما انت شايف تحول من روم لروم تانية. لو رحنا الروم دي مثلا وليكن هعمل له بينت، وليكن مثلا هستخدم ال زي ما انت شايف هستخدم الستنسل دي، اتحكم فيها من هنا اهو، واقول له انا عايز الحاجة اللي مش عايزها بقى من الماتيريال اقفلها زي ما انت عايز، بس خليهم كلهم لان دي مش حلقة ماتيريال اصلا. خلينا بقى نبتدي استخدم زي ما انت شايف واقفلها بعد كده زي ما انت شايف اهو، طبعا فيها لمعان والكلام ده كله عشان نفعل الماتيريال بتاع اللمعان. طبعا انا شايف طبعا مفيش حاجة صعبة لحد دلوقتي وكل حاجة سهلة جدا. خليني نشوف اقول لك على حاجة اخيرة، زي ما قلنا ان البرنامج مرن جدا، تقدر تعمل اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يعني لو جينا على اي قائمة من القوائم دي ضغطنا كده كليك شمال باستمرار وسحبناها، ممكن نشيلها من مكانها نوديها اي مكان احنا عايزينه، او حتى نقفلها خالص زي ما شوفنا اهو مرة تانية، ممكن توديها اي مكان هنا اهو وتسيبها، توديها هنا، توديها هنا، توديها اي مكان انت عايزه زي ما انت شايف اهو، تسحبها كده. لو في قايمة انت عايزها ومش لاقيها زي ما قلنا، بتروح على ويندوز وتروح على بوب ابس، وبعد كده بتشوف اللي انت عايزه كله، ستارت مينو اهي، تمام. او لو عايز اي حاجة انت عايزها مش لاقيها هنا ممكن تجيبها اهو وتاخدها توديها المكان بتاعها، تمام، او اي مكان انت عايز تحط القايمة فيه. اظن يعني باينة جدا ان البرنامج سهل جدا ومرن جدا جدا. طبعا الناس لو بصت على البنت هتلاقيه شبيه بفوتوشوب، الادوات والكلام ده كله. طبعا انا شايف ان البرنامج خليط من عدة برامج، فوتوشوب على زبراش على 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 الى اخره، تمام. ولو بصيت تحت اخر حاجة ما قلناهاش هتلاقي ان في اللي تحت دي معلومات عن الاف بي اس او الفريم والكلام ده كله والرامات بتاعتك والكلام ده كله. لحد الان انا شايف مفيش صعوبة ولا الكلام ده كله، اتعرفنا على الانترفيس، وان شاء الله زي ما قلنا هنشرح روم روم، تمام. يبقى هنسمي الحلقات بتاعتنا سيكشن، السيكشن الجاي يبقى سيكشن السكولبت عشان نتعرف على كل ادوات السكولبت وكل حاجة من غير ما ننسى حاجة. لحد هنا بتبقى انتهت الحلقة.
والسلام عليكم.